هل يجوز للمعتمر والحاج أن يحمل كتابا يشتمل على أدعية في الأشواط السبعة؟ لا، لا ينبغي هذا. ينبغي أن الإنسان يدعو بما تيسر بما تيسر من الأدعية، غير أن يتقيد بكتاب أو يتقيد بمطوف يردد ما يقوله. فعليه أن يدعو لنفسه بما تيسر، ولا يرفع صوته بالدعاء أيضا، ولو اكتفى بقراءة القرآن أو قراءة سور من القرآن وهو يطوف، أو أيضا اكتفى بالتسبيح والتهليل والتكبير في أثناء الطواف. كل هذا من ذكر الله عز وجل ومن الدعاء، دعاء العبادة. ليس بلازم أن الإنسان يحمل معه كتابا، أولا لأن الكتاب يشغله القراءة فيه عن حضور القلب للدعاء، وثانيا أن التقيد بدعاء معين تحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، ربما اكتشفتم مع غيركم جزاكم الله خيرا أن بعض العوام عندما يريد أن يدعو ربما لا يعرف ماذا يقول، وهذا مشاهد معروف لدى كثير من العوام، ولا سيما أولئك الذين لم يقرأوا ولم يكتبوا. فهم يستفيدوا من هؤلاء من هذه الكتب، أو يستفيدوا من أولئك الذين يلقنونهم الدعاء تلقينا. هل من تجد شيخ صالح؟ أولا الدعاء في الطواف ليس بي واجب. لو طاف بالبيت دون أن يتكلم بشيء ودون أن يدعو، لو طاف وهو صامت فطوافه صحيح، لأن المقصود هو الطواف بالبيت، بأن يطوف به سبعة أشواط، وهذا عبادة. أما الدعاء فهو زيادة خير، إن حصل فهو تكميل، وإن لم يحصل فليس بواجب. وأيضا إذا كان لا يحسن الدعاء فربما يقرأ قبل الطواف، قبل أن يبدأ الطواف يقرأ في كتابه ويحفظ من الأدعية التي فيه، ثم إذا جاء يطوف يقول هذه الأدعية. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لعله من المشاهد المعروف كما تلاحظون جزاكم الله خيرا، أن المرء عندما يريد أمرا من أمور الدنيا يخطط، وربما استعان بالآخرين كي يرسموا له خرائط وما أشبه ذلك، بينما إذا أراد أن يشرع في أمر العبادة لا يستعد إلا استعدادا ضعيفا. أقنع في توجيه في هذا المقام شيخ صالح. نعم، هذا أمر مهم جدا أن الإنسان يتفقه في أمور دينه قبل أن يشرع فيها، يعني يتعلم كيف يؤدي هذه العبادات على الوجه المطلوب قبل أن يشرع فيها، أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العمل مؤسس على العلم، فإذا فقد الأساس لم يستقم البناء. يتعلم الإنسان أحكام الحج قبل أن يحج، تعلم أحكام الصيام، تعلم أحكام الصلاة، أحكام الزكاة قبل أن يشرع فيها، هذا مطلوب من المسلم. وإذا كان لا يستطيع أن يتعلم بنفسه عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن على المرء كما تفضلتم أن يهتم بأمور دينه أكثر مما يهتم بأمور دنيا. لا شك في هذا، لا نجاة له إلا بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.